نعم يمه. ماشي يمه، شوفي هالرسالة اليوم يابوها على عنوان البيت. هذه باسم المرحوم. أبوك؟ إيه. خير؟ من وين؟ من البنك. بنك؟ وش فيهم بعد؟ وش يبون؟ بنشوف الحين. خيرين. تحت شي يقوله؟ إيش فيها الرسالة؟ مو معقولة يا امه. والله يا ولدي هذا اللي مكتوب في الرسالة، بس ابوك ما قال لي. هو صار له 9 أشهر من توفى، ايش معنى البنك الحين يطرش له الرسالة وفي الوقت ذي بالذات؟ والله يا ولدي انا ايش لا تسألني، انا ايش دراني، بس يا امه هذه بنك ما عنده شيء مهمل، يعني كل شيء عنده مكتوب. احنا طبعا ما عندنا خبر ولا ندري، والمرحوم ما قال حتى حق الوالدة، بس ممكن تقول لي هو ايش اخذ الفلوس؟ في الاتفاق اللي صار بينه وبين البنك قال ان القرض يبي حق ترميم البيت وشراء بعض الاثاث فيه. والله عجيبه، لا البيت ترمم ولا دش في اي نوع من الاثاث. والله يا شيخ هاي الامور الصراحه ما تهمني، يعني قدر ما يهمني ترجيع المبلغ حق البنك. والكفيل من؟ ما في كفيل، المرحوم كان راهن البيت مقابل القرض. زين والعمل؟ ترجع فلوس البنك ولا البنك يتصرف في البيت. أصل المبلغ 10,800 دينار كان، والقسط الشهري 450 دينار، يعني المتبقي 3,150 دينار، يعني باقي حوالي 7 شهور عليكم أقساط. أرجوك ما قادرة أجمع، لو ممكن تكتب لي الأرقام فورقة. تفضل. رجاء. نعم يما. ايش قاعده يا يما لها الحزه؟ انت حين تعرفين الساعه كم؟ ايه واحده. ايه يا يما واحده، انت عليش قاعده من الصبح وقعدتك لها الحزه ما بتفيدك في شيء. يما الدين اللي على ابوي لازم يندفع قسطه من اول الشهر. إيه وعسى بس مبايد. 450 دينار. 450 دينار؟ بس شلون انت بروحك يا بنتي تعرفين ان احنا مولنا لله، وانت يعني خلي ساعدنا البنك شوي. شلون البنك يساعدني يا يمه؟ البنك التزام،
احنا لازم نساعد روحنا. يعني يا يما يقلل القصد شوي. هما كل اللي قدروا يسوونه حذف الارباح مالت الفتره اللي فاتت وهي 9 اشهر بس. انا رفضت امدد فتره الدفع لان العمليه بيصير فيها من اول، فيها التزام وفيها ارباح، وانتي تدرين مشاكلهم. اي بس يا بنتي انتي تدرين ان معاشك كله 500 دينار، يعني اذا البنك خذ 450 احنا شو نسوي؟ ايش ناكل؟ شلون نتصرف؟ اخوك بروحه يبيله في الشهر 60 دينار. لا تنسين البيت، اقراض، فوق هذه كلها بعد لا تنسين مصرف اختك. يما انت الكل اللي قاعد تقولينه الحين هو اللي مقعدني لهالوقت. حسب الله من الشيطان الرجيم. قومي قومي يما الحين تنامي، باكر يصير خير. اقول رجاء الحين البنك ما قالوا لك ابوك شلون ماخذ القرض؟ ما ادري. شلون ما تدرين؟ يعني ما قالوا لك ابوك سوى في القرض؟ البنك قالوا انه اخذ القرض ورهن البيت علشان يرممه ويشتري اثاث. يرممه ويشتري اثاث؟ الله يرحمه. عبد الله امي تقول انك تاخر وايد في رجعتك من المدرسه، وارجوك انك ما تتاخر. يمه كلها يومين. اي يمه، واليومين يصيرون 4 والاربعه يصيرون 10. الحين بدل ما تقول لها اسف قاعد لك تهددها. رجاء لا تسوين الحبه دبه، انا ما تاخرت اكثر من يومين. على العموم اتمنى انك ما تتاخر اكثر. مريم يمه خلصتي شايش؟ يلا ابوي قومي تعالي. رجاء. نعم. صدقي من كثر ما احبك احسب حق نهايه الشهر. تقصد حق 60 دينار؟ لا لا والله انا صدق احب الفلوس، لكن محبتي لك اكثر. ادري هذه الكلمه دائما اسمعها اخر الشهر. ما تصدقين اختي؟ مصدقتك اخوي عبد الله، مصدقتك. في احد ما يصدق اخوه؟ ألو؟ نعم؟ تتكلم؟ شلون؟ متى؟ مو معقولة أن توني موصلتها قبل 10 دقايق. زين زين أنا جاية. حنان بروح باخذ أختي المستشفى. شبيها؟ طايحة. ايش فيكم؟ الصاير؟ ايش فيك يما مريم؟ يما لا تخافين، جرح بسيط. جرح بسيط؟ ايش فيها؟ صاير لها؟ يما بنتي تعالي تعالي تعالي. ايش فيك يما؟ ايش فيها؟ صايدها؟ ما فيها شيء، المدرسة اتصلوا فيني وقالوا لي اختك طايحة من على الدرج. ما فيها شيء؟ ما فيها شيء وراسك كذي وجهها اصفر؟ مريم يما راسك عورك ابوي؟ بسم الله عليك يا يما، ايش لا يا يما تركضين؟ ليش ما تمشين بالعدال؟ زين يما الساعة صارت أكثر من 10 وأنا للحين ما رحت الشغل. انزين ايش قالوا لك المدرسة؟ المدرسة ما قالوا شيء، المدرسة يدرون عنها، أنت خليها ترتاح وباكر تروح. لا يا الله يا ربي بس احنا قاصرين مصايب. بسم الله.
بشري شو صاير؟ سكتي يا حنان. الصادقين ان فيه جرح بسيط في الراس وخيطوه. والطبيب شو قال؟ الطبيب ما قال اي شيء، بسيطه. يعني الواحد ممكن يطمن مو بخطير؟ اطمني يا حنون، ما فيها اي شيء. يما احنا مشكلتنا ما لها الا حل واحد. رجاء انا مستغني عن مصروف الشهر 60 دينار، ما بلا 30 دينار بس. يا يما انت ايش قاعد تقول؟ لو على مصروفك الشهر انت كان الامر بسيط، بس يا يما احنا عندنا مصاريف اكثر واكثر من كذي. تدرين يما انا مستغني عن مصروف الشهر كله، لان انا ما عندي مشاكل فلوس. وان بعد ما ابي مصروف المدرسه. يا يما انت ايش قاعدين تقولون؟ ايش قاعدين تقولون؟ انتوا عبالكم ان مصاريفكم ايه السبب الرئيسي؟ أرجوكم ممكن تخلوني أتكلم؟ إحنا تعودنا على وضع معين من الحياة، في الصرف، في اللباس، في تنظيم أمور البيت الداخلية، وفي الأكل والشرب، صح؟ أبونا ما ترك لنا ولا فلس، كان عليه ديون وسددناها بالفلوس اللي تركها. مشكلتنا الحين الدين اللي على المرحوم، الدين وبس. الله يرحمه طول عمره كان يشتغل في هالمحل، عمره ما جمع ولا فلس واحد. واحنا ما نقدر نقول الا الله يرحمه. اول شيء لانه هو ابونا وربونا احسن تربيه، ثاني شيء عمره ما حسسنا ان احنا محتاجين حق احد، وان شاء الله ليل يوم ما نحتاج حق احد. هذه النقطه اللي انا بوصل لها، ان شاء الله ما نحتاج حق احد. ممكن اشتغل العصر؟ لا. شنو يعني تشتغل العصر؟ أنا ما أسمح لك أبداً، ولا تفكر في يوم من الأيام إنك تشتغل أي شيء. أنت الحين في السنة الأخيرة، وإن شاء الله بتواصل الجامعة وبتخلص، وتفكيرك بيكون في دروسك وبس. يا بنتي عبد الله قلبه معوج. وأنا قلت ما له شغل يفكر بهالطريقة، أنا اللي أقول وأنا اللي أقرر. وأرجوكم إذا أي واحد منكم عنده أي اقتراح يحتفظ فيه حق نفسه. أمس العصر عيست وأنا أتصل في الشركات، شغلة بوقت إضافي؟ ما في. أنت ضروري تشتغلي وقت إضافي؟ مدة محدودة بس. كم يعني؟ شهر؟ شهرين؟ 7. بس فهميني ليش؟ عندي السالفة خشتها عني؟ أرجوك يا حنان لا تضغطين علي بالأسئلة. كل اللي أقدر أقول لك إن المرحوم ترك علينا دين. إيه، وحين إنتي؟ أبي أسدده. وأرجوك لا تسأليني أكثر من كذي، لأن هذه السالفة ماخذة كل وقتي ومضايقتني. كان زين أقدر أساعدك يا رجاء. مشكورة ما تقصرين يا حنان. حنان وين ملف المصاريف؟ تلقينا فوق على مكتب محمد المحاسب. So.
خير محمد. اهلا اهلا رجاء اهلا، تفضلي حياك. لو سمحت محمد، ملف المصاريف عندك بقيت، بس لو تتاكد لي من اخر دفعتين وصلوا المحل. ايش فيهم دفعتين؟ بقيت اعرف عدد الفساتين من الدفعه الاولى وعدد الفساتين من الدفعه الثانيه، لان حنان مقرره ان هي تشتري دفعه ثالثه، بس اعتقد ان احنا على الاقل نبي نعرف ايش كثر بعنا. حاضر يا رجاء حاضر، انت تامرين. بعد في شيء ثاني بخصوص المصاريف؟ لا ابدا، مشكور ما قصرت. حاضر. على فكره رجاء، تدرين ارباح المحل الشهر اللي فات كم؟ كم؟ هذه بدون المصاريف 4200 دينار. وايد زين. طبعا وايد زين، وانا متاكد ان المحل لو ينفذ سياسه التجديد في البضائع بيحقق اكثر، يمكن 7000 او 8000 في الشهر، والمسؤولين وايد مستانسين منه. الله يسمع منك. اعتقد ان سمعه المحل ونجاحه واستمراره معناه نجاحنا احنا. اي نعم. زين ابو محمد استاذن. يا هلا حياك الله. لكن السؤال، انت تقدرين تشتغلين الشغله هذه؟ شو اسوي يا حنان؟ الظروف. صبري بعد شوي يمكن تحصلين وظيفه ثانيه واحسن. حنان انت تعرفين مشكلتي، وكل ما طافقت اكثر انا اختنق اكثر، لان القسط الاولي لازم يندفع حق البنك، ممكن ادفعه من توفيري الخاص، لكن القسط الثاني شلون اقدر ادفعه؟ بس انت متاكده ان تقدرين توصلين معاهم؟ وإذا ما قدرتي بتتورطين، بالذات إذا انكشف أمرك. شو أسوي؟ قولي لي شو أسوي يا حنان، أنا ضايعة مو عارفة شنو الحل. القسط لازم يندفع حق البنك والله بيتصرف قانونيا، وبعدين بتصير فضيحة. وبصراحة أنا ما أحب السوالف هذه. بس تدرين يا رجاء شنو؟ إذا قدرت تطبقين الفكرة هذه تبقين شاطرة. يعني ممكن أتصل فيهم الحين؟ يلا يجيب التليفون. ألو. الله بالخير الشيخة. لو سمحتي، أنتوا طالبين واحدة عمرها أكثر من 40 سنة عشان تشتغل عندكم مؤقت. إي نعم، 3 شهور مو كذي؟ كم يوم في الأسبوع؟ 3 أيام. إي نعم، أنا ودي أشتغل عندكم.
عمري عمري 52 سنة. اي نعم المقابلة. كيفكم اليوم المغرب؟ صار اليوم المغرب، بس لو سمحتي تعطيني العنوان. لحظة. اي نعم تفضلي. خلاص صار ان شاء الله. اليوم المغرب الساعة 6 انا اكون عندكم. مع السلامة. ورطتيني يا حنان. انت اللي جاد مع الشغلة. الله يستر. لكن قولي لي الساعة كم بتمرين علي؟ شلون شلون شلون؟ لا لا يكون ما وديك تمرين علي. ارجوك بلا توريطة، وبعدين انا اليوم وعدة اختي اوديها السوق. لا يا حبيبتي بتمرين علي انا مو اختك. حرام عليك يا رجوي، صار لها اسبوع ماكله قلبي، كل يوم تذكرني بالسوق. انا ما علي، الساعة 3:30 تكونين عندي. يوم انت ورط معاك. بقول لكم انا بشتغل شغلة بس ما بي حد يعلق علي. شنو الشغلة دي بعد؟ اول مرة اسمع واحد بيشتغل يخاف الناس يعيبون عليه. صدق يا ولدي كلامك. شو السالفة يا رجا؟ انا الحين ما بقول لكم، بعدين بتعرفون. صدق اختك امرها عجيب. بس عجيب غريب بعد. كم ما تودينا في داهية بس. الله يستر. وينك يا حنان؟ صلت. تدرين يا حنان لو مايتي؟ انا ادري ايش بيصير لو مايت، ما يحتاج تقولين لي. يلا يلا طلعي عدتك. وين هي؟ عدتك جاهزه. تعالي هذه عدتي. إذا هذه عدتك عين نشتغل.